وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى الأهم أصدقاء فلاش سبورت. باختصار، بإمكان أي شخص التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، فقط عليك كتابة اسم برنامج فلاش سبورت وسوف تظهر لك الصفحة مباشرة، وأرسل صورتك أو صورة أطفالك أو أصدقائك بقميص نادي رياضي وبدون كتابات. يفضل الصور الجماعية لكي نترك أكبر عدد ومجال للصور للظهور على شاشتنا. كل صورة وضع عليها إشارة لايك من قبل المشرفين على الصفحة سوف تعرض حتما، وجميع الصور سوف تعرض، لكن حسب الأقدم في الإرسال سامحونا على عدم عرض بعض الصور لأنها يمكن كانت بعيدة أو غير واضحة وعليها كتابات أو ليست بلباس رياضي. رجاء يفضل أن تكون الصور بشكل عرضي لكي تسهل عملية عرضها على الشاشة. أحيانا نستثني بعض الصور. طبعا كل التحية الذين تواصلوا معنا. متعة الطفولة والشباب والرياضة مع أصدقاء فلاش سبورت، شكرا لهم. والعمر يمضي خسارة، ترى من يوم ما